جهاز حماية المستهلك عمل حملة مكبرة لضبط المخالفين ومحتكري السلع، وكمان أيضا للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بالكميات المطلوبة. خلينا نشوف. استمراراً لجهود الدولة في ضبط الأسواق وبالتزامن مع أجازة عيد الأضحى المبارك، حملات مكبرة بيقوم بيها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة الغش بكل أنواعه، وده تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. جهاز حماية المستهلك بيتكثف من دوره الرقابي في العطلات الرسمية زي ما احنا موجودين النهاردة مع بعض في حملة. طبعاً احنا بنمر على كافة الأنشطة التجارية، مش على مستوى بس الفرع الرئيسي للجهاز، على مستوى جميع الفروع الإقليمية التابعة للجهاز، الوقوف على عدم وجود سلع مجهولة مصدر أو عدم إعلان أو أي مخالفات بنقوم برصدها وبنحرر محضر بيها. إحنا طبعا المخالفات اللي لقيناها موجودة هنا، رصدنا بعض كميات من الجبنة مجهولة مصدر ما عليهاش أي بيانات خالص وما لهاش فواتير مستندات تدل على مصدرها، طبعا بنقوم بتحرير محضر وبنتحفظ عليها لغاية ما يقدم مصدر السلع دي. طبعا لازم كل منتج بيبقى عليه المواصفات بتاعته اللي هي اسم المكان وعنوانه، بيبقى موجود الوزن، بيبقى موجود المقايسة بتاع المواصفة القياسية بتاع المنتج، تاريخ انتاج وتاريخ انتهاء. اي حاجة من الحاجات دي مش موجودة بالنسبة لي بتخلي عندي شك ان السلعة دي مش سليمة. احنا النهارده بنستكمل الحملات الرقابيه لجهاز حمايه المستهلك للرقابه على الاسواق. زي ما حضرتك شايفه احنا بنبتدي نفتش داخل الاماكن التجاريه ومختلف المنشات التجاريه بكافه انواعها لمنع اي استغلال للمواطن المصري او حدوث اي نوع من الغش التجاري. النهارده احنا في مخبز سياحي، بنبتدي نشوف الاوزان اللي موجوده داخل المخبز، بنشوف الأسعار اللي بيبيع بيها صاحب المخبز، بنبتدي نشوف الفواتير اللي موجودة داخل المنشأة بحيث إن الخبز يوصل للمواطن المصري بالسعر الرسمي وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022. احنا لما وزننا العيش وعملنا جشن أوزان للخبز الخارج من بيت النار واللي هيتم بيعه للجمهور، وجدنا فيه نقص واضح حوالي 10 جرام أو 12 جرام، وبالتالي يتم تحرير محضر بالمخالفة وإرسال المحضر للنيابة العامة واتخاذ ما تراه مناسبا. دي حملة محترمة بتحمي المستهلك، ويعني شيء جيد، ولازم تكون الرقابة دي مستمرة، لأن كل مرة فعلا بنلاقي عجز في العيش. وأنا بفتح كيسين دلوقتي العيش أبيض ما يتاكلش، وأنا راجل عندي سكر، فأنا بذكر الحملة دي كل سنة وأنتم طيبين. مجموعة محترمة جدا وراقية جدا في خدمة المواطن. حملة محترمة جدا وشيء جيد جدا ان يبقى فيه بصفة مستمرة حملات عشان نضبط السوق، وما فيش ما فيش تجار اللي هم يعني بيفتروا على الناس يعني، فده شيء جيد طبعا، حاجة محترمة جدا وحاجة تسعدنا كشعب كمواطنين كناس موظفين امكانياتنا على قدنا محدودة الى حد كبير، فده شيء طيب جدا انت تقدري تحكمي السوق، او ان هيبقى فيه بصفه مستمره حملات بتحكم السوق، شيء طيب طبعا.